بياخد الرخصه مش بيدفع 250 مليون قرش. شوف هو اي حد يقدر يعمل كده؟ كده انت بقى اما تجيب الصين عملت دراسه عم تطلع انا ما كانش كده خالص. فالصين النهارده بتنتج مليار 250 مليون طن. اسمع والهند 750 مليون. اول ما مصر تطلب يعمل المشروع ده هيجوا جاري عايزين يعملوا نشتغل معاهم وانا اقول لهم اهلا وسهلا. اقول لهم لا تفضل تعالى يا حبيبي بس ادفع بقى بره ادفع بقى بطريقه سيدنا حبيبي انت ازيك بالراحه ليه؟ ده شركه واحده كذا الشغل بقى استراتيجي تاني لسه انا المستجد بقى اللي هو المعدات اللي شغاله دلوقتي في قناه السويس الجديده تنفع لحفر منطقه صخريه زي دي؟ لا هي مش صخور احنا زي منطقه صخور هات لي الدراسه اسمه دراسه صخور شوية يعني سهل تحس انها يعني ممكن المعدات اللي موجوده دلوقتي يعني طبعا بعد الانتهاء من قناه السويس يعني اكيد مش هنركب لازم نلاقي لها شغل مش ساعات تفهم يعني دي حاجات ده مال عام لازم ساعات تفهم ولا مش طيب بس احنا عملنا اجتماع 10 ايام عملنا دراسه للمعدات نفسها دي دراسه 10 ايام تمام بص هنا تعالى تعالى شوف المعدات صور احنا المعده دي ما نزلتش مصر المعده دي كانت ايه؟ تحفه فرديه للصين بص يا ريس المعده دي 250,000 متر مكعب في الورديه الواحده الله يفتحها احنا بقى شوف مختارين ايه حتى دي المعدات شوف الواحد واقف هنا بالنسبه للمعدات دي دي الضنابر تتكلف كام المعدات يعني 100 مليون 100 مليون المعدات كلها لا الواحده بس 100 مليون الواحده مش دول المعدات كلها تقريبا لا خلاص بقى انا فاحنا هنا ايه يعني احنا دارسين كل حاجه مش مستنيين واضح ولا مستنيين حاجه ساعه ما نيجي الشهر نقول ايه اللي فيها ولا ايه اللي مش كل اللي احنا مستنينه بس الموافق القرار اخد بالك؟ يعني اقدر اقول ده المشروع القومي بتاع الحزب يعني الحزب المصري هو ده المشروع القومي بتاعه مشروع استراتيجي يسعى ان هو هو يمكن مثلا 30 40 مشروع قومي طبعا يعني السياحه مثلا هتتباع ست مرات يعني لو هو شغال سياحيين عرب جنة هنا مش هيحصل اقل رحت قابلت هشام زعزور وقلت له مشروع سيد بن جبري هيضاعف السياحه في مصر ست مرات الكلام ده بعد 4